انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. قضية رحيل نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت تزلزل مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وتصريح المنتج الشهير رام غوبال فارما يؤكد حقيقة رحيله. بماذا صرح أمام الإعلام؟ وهل بدأت خيوط القضية تتوضح؟ وكيف علق المعجبون على ذلك؟ عليا بهات تحقق حلمها الطفولي وتعلن حصريا مفاجأة تقلب حياتها بالكامل، ونجوم بوليوود يهنئونها. إطلالة هنا خان على السجادة الحمراء في مهرجان كان الدولي تثير ضج على مواقع التواصل الاجتماعي. هل توفقت هنا خان في خطف أنظار الحضور، أم كان مرورها غير مقنع في المهرجان؟ وإذا كنتم من متابعي أخبار نجوم بوليوود، لا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وتابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك والإنستغرام، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات. وإليكم التفاصيل. ككل عام ينتظر عشاق السينما عامة وعشاق بوليوود والدراما الهندية خاصة مهرجان كان الدولي لمشاهدة أفضل وأسوأ الإطلالات المختارة لهذا الحدث، فقد استطاعت كل من ديبيكا بادوكون وإشواريا راي وهيلي شاه وبوجا هيكت أن يلفتن الأنظار بطريقتهن الخاصة، لتظهر الممثلة التلفزيونية هنا خان بإطلالة مميزة باللون الأسود خطفت أنظار الجميع. فقد تميز فستانها الأول بقصة قصيرة من فوفاري ذو واجهة شفافة وبكعب عال أسود، كما أضافت المزيد من السحر إلى إطلالتها بخواتم وأقراط من الألماس، واختارت مكياج داكن يتطابق مع مظهرها الجريء. وفي اليوم الموالي ظهرت هنا خان بإطلالة مختلفة على السجادة الحمراء مرتدية ثوبا أرجوانيا ضخما مزينا بالريش، وحافظت على مظهرها البسيط والمثير، إذ لم يستطع المعجبون التوقف عن مدحها والثناء عليها والإشادة باختيارها المناسب، كما أطلقوا عليها لقب الملكة، وتصدرها الشاق هنا خان مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الجمهور أن إطلالة هنا خان هي الأكثر إقناعا لحد الآن. بعد مرور عامين على رحيل نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت، عادت قضيته إلى الواجهة من جديد وتصدر عناوين الصحف العالمية بعد تضامن معجبيه من جديد مطالبين بالعدالة وإظهار الحق. وفي خضم هذه النقاشات خرج المنتج الشهير رام غوبال فارما حصريا بتصريح عن نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت زلزل مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث من خلاله عن الرحيل المفاجئ لنجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت، إذ علق قائلا: ما هي حقيقة رحيل سوشانت سينغ راجبوت؟ لا أحد يعرف، لم نتمكن من معرفة حقيقة سوشانت على الإطلاق، على الرغم من وجود التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أننا لم نعرف أبدا ما حدث. عادة ما أصنع أفلاما استنادا إلى حوادث واقعية. ومع اقتراب الذكرى السنوية لرحيل سوشانت سينغ راجبوت، من المرجح أن يتم تنظيم حملة تضامنية في جميع أنحاء العالم لفتح تحقيق جديد في القضية والمطالبة بإحالة الملف إلى محكمة دولية تتميز بالحياد والموضوعية.
بعد نجاح فيلم غانغوباي لنجمة بوليوود عاليا بهات، انتقلت إلى حسابها الشخصي على الإنستغرام للإعلان عن أحد أهم المشاريع التي كانت تتمنى تحقيقها منذ زمن بعيد، وأحد التطورات الرئيسية التي ستحدث طفرة نوعية على مستوى حياتها المهنية، إذ أعلنت رسمياً أنها جاهزة تماماً لأول ظهور لها في عالم هوليوود الدولي. فقد جاء في منشورها ما يلي: لقد بدأت تصوير فيلمي الأول في هوليوود، وأشعر وكأنني ممثلة جديدة متوترة جداً، تمنوا لي حظاً سعيداً. ومزيدا من التفصيل، ستلعب عاليا بهات دور البطولة إلى جانب الممثلة الإسرائيلية غال غادوت ونجم هوليوود جيمي دورنان. إذ انتقل العديد من نجوم هوليوود إلى خانة التعليقات لتهنئة عاليا بهات وتقديم أطيب التمنيات، وعلى رأسهم أرجون كابور وبوجا بهات، نيها دوبيا، ديا ميرسا، رانفير سينغ، بريانكا شوبرا والآخرون. Let's go.